بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ببتدي معاكم درس التكامل في كتاب أساسيات التفاضل والتكامل ريف 811 للمستوى الثالث المسار الواحد. نشوف مع بعض أهدافنا لليوم: التعرف على قواعد إيجاد الدوال الأصلية، إيجاد الدوال الأصلية لدالة ما، حساب التكامل غير المحدد لدالة ما. نبدأ في أول هدف مع بعض: إيجاد الدوال الأصلية لدالة ما. نأخذ ذي المثال: أوجد الدالة الأصلية للدالة التالية في الفترة المعطاة. f of x تساوي 3x تربيع عندما x تنتمي إلى المجموعة r. أي أقول هذه f of x اللي هي تساوي 3x تربيع، من هي الدالة الأصلية لها؟ فأنا أتوقع أن الدالة الأصلية هي x تكعيب. شلون أعرف؟ لما أي أشتق الدالة الأصلية تطلع لي الدالة f of x. زين، خلنا مع بعض نجرب اشتقاق x تكعيب. طيب أقول العامل اللي عندي هني x تكعيب المعامل هو 1، فواحد في 3 بيعطيني 3. بعدين باي أطرح من الأس 1 فيطلع عندي تربيع. إذن ممتاز، الدالة اللي عندي هي الدالة الأصلية اللي أنا أخذتها، فيرجع هني. فمن ذي بوجد أن الدالة الأصلية المعطاة لهذه الدالة اللي احنا توقعناها طلعت x تكعيب. إني نشوف شيء ثاني، ملاحظات هامة: لما تكون عندي الدالة x أس 5 فباي أشتقها، بشوف عندي لأن هني المعامل 1 فباي بقول 5 هذه الأس في 1 بيعطيني 5، ولما أطرح من الأس 1 بيعطيني أس 4. إذا مشتقة x أس 5 الحين، مشتقة x أس 5 بيعطيني اللي هو 5 x أس 4. إني ناخذ دالة ثانية، بياخذ لما يكون عندي x أس 5 زائد 2، أي أشتقها؟ بلاحظ إن x أس 5 بشتقها بنفس طريقة لما اشتقيت في التمرين اللي قبله اللي هي x أس 5. إنزين، أي أشوف هني الثابت شنو مشتقته؟ أنا أعرف مشتقة أي عدد ثابت بكم؟ بصفر، لذلك أنا ما أكتبه، فصارت عندي الدالة اللي هي المشتقة 5 x أس 4. ناخذ تمرين آخر: f of x تساوي x أس 5 ناقص 7. أي أشوف شلون أشتقها؟ باي أقول مشتقتها كذلك 5 x أس 4. ليش؟ لأن x أس 5 بنشتقها نفس ما اشتقينا أول دالة، بعدين أي عدد ثابت مشتقته بالصفر، لذلك أنا ما حطيته. فأنا أشوف عندي ثلاث دوال نفس الحد الأول نفس الشيء، بس بعدين أي أشوف لما ما يكون عندي عدد ثابت صفر يعني، ولما يكون عندي عدد موجب، ولما يكون عندي عدد سالب مطروح من هذه الحد، إني نشوف جميع المشتقات بنفس الطريقة. أي أشوف في الجزء اللي بعده بنشوف شنو نلاحظ. هاي أقول إن لما أنا أي أوجد الدالة الأصلية، معنات التكامل إن أنا أوجد الدالة الأصلية للدالة، فأي شلون أوجدها؟ باي أكامل. شنو يعني تكامل؟ أحط هذه الرمز، رمز التكامل مع دي إكس، بعدين أخذ الدالة اللي أنا أبي أوجد لها الدالة الأصلية، معناته أوف أف إكس. أي أقول يساوي أول شيء، ليش أنا قلت غير المحدد؟ لأن ما عندي فترة خلالها أنا بحدد الدالة اللي عندي، فباي بوجد الدالة الأصلية زائد سي. ليش زائد سي؟ أنا لاحظت في الدوال اللي أخذتها من قبل في التمرين في الأمثلة السابقة إن مرة لما يكون عندي دالة أصلية ما فيها أي عدد ثابت، يعني العدد الثابت صفر، ومرة لما يكون العدد الثابت موجب، ومرة لما يكون العدد الثابت عدد سالب، كلهم يعطيني نفس الاشتقاق، لذلك أنا حطيت زائد سي.
ويسمى سي ثابت التكامل غير المحدد. إني نشوف مع بعض التعرف على قواعد إيجاد الدوال الأصلية. بيقول الدالة off of x، وشنو الدالة الأصلية لها أو شنو تكاملها؟ أول شيء لما يكون عندي هني k، k هو أي عدد، هذه k وهو عدد ثابت، أي عدد ثابت يعني سواء سالب موجب أي عدد ثابت فيصير تكامله بيقول k في x زائد c، لأن دائما التكامل الغير محدد نحط زائد c. زين إني ناخذ تكامل x أس n dx، ولاحظوا أن أنا لازم رمز التكامل أحط هذه الرمز مع dx في كل الحالات لما أكامل. أقول يساوي، لاحظي أن رمز التكامل أو لاحظ أن رمز التكامل لما أي أوجد التكامل ينشال، خلاص أشيل رمز التكامل وأوجد الناتج. فبيقول لما عندي x أس أي عدد شلون بكامله؟ باي أقول أخذ الأس زائد واحد اللي هو n زائد واحد على n زائد واحد زائد c، فقلنا دائما التكامل غير محدد زائد c. تكامل أي عدد ثابت في x أس n هو بنزل العدد الثابت بعدين نفس هذه باي بأخذ n زائد واحد على n زائد واحد زائد c. ناخذ آخر واحدة فيهم اللي هي لما يكون تكامل أي عدد ثابت في دالة، فأنا بيقول بحط العدد الثابت بطلع برا وبوجد تكامل هذه الدالة. طبعا بعد هذه الملاحظات اللي أنا أخذتها بيأخذ التمارين عشان توضح لي الفكرة. حساب التكامل غير المحدد لدالة ما يقول لي في المثال الثاني أوجد كل من التكاملات الآتية. تكامل 8 دي اكس، فبيقول يساوي مدام عدد ثابت احنا قلنا تكامله شنو اللي هو العدد مضروب في اكس زائد السي، ولاحظت ان انا شلت رمز التكامل وما انسى السي اللي عندي. ناخذ تمرين اخر لما يكون عندي تكامل اكس اس 5 دي اكس، بلاحظ ان هذه من القواعد اللي لما يكون x اس n انا شنو اسوي؟ بيقول يساوي اول شيء شلت رمز التكامل، بعدين الاس جمعت مع واحد بيصير اس 6، ولازم اقسم على نفس الناتج مال الاس فاقسم على 6 وما انسى اللي هو الثابت c. اخر تمرين اللي هو تكامل 3 x اس 6 دي اكس، فبيقول تكامله مدام عندي عدد ثابت لاحظوا هني شنو بسوي فيه؟ بحطه نفس ما هو وبعدين باي اكامل اكس اس 6 باجمع مع الستة واحد فبتصير اس 7، واي شيء في الاس احطه في المقام وما انسى اللي هو زائد السي. وبذي الشكل انا خلصت من هذه التمرين. ننتقل الى الجزء التالي، أوجد كل من التكاملات الآتية. بني ناخذ تمارين أخرى، تكامل جذر x dx، فبايا أشوف عندي أن أنا عندي هني جذر، لازم أول شيء لما يكون عندي جذر أحوله إلى الصورة الأسية. شلون أحوله إلى الصورة الأسية؟ بيقول لي أن جذر x أول شيء x هني أسها واحد. زين الدليل هني احنا نسمي هني الجذر الدليل، دائما يحط لنا ثلاثة أربعة أو أي عدد ثاني، لما ما يحط لي فأنا بعرف إن هني شنو الدليل باثنين. فبايا أقول شلون أحوله إلى صورة أسية؟ بايا أقول إكس أس واحد على اثنين، يعني آخذ أس الإكس قسمه الدليل. ولاحظوا أنا للحين ما كاملت فرمز التكامل ما شلته. الحين ببتدي أكامل، صارت دالة أسية. طبعاً باجمع مع النص واحد هني زائد واحد، لما أجمع نص زائد واحد بيعطيني x أس 3 على 2 قسمة 3 على 2 الناتج الأس لما يطلع زائد c ما أنساه. ولاحظوا معاي أن أنا شلت رمز التكامل بعد ما كاملت.
أيقول يساوي أرتبها. طبعا هذا في المقام لأنه عدد نسبي، فبعيب عدله بودي باثنين على ثلاثة x أس ثلاثة على اثنين زائد c. طبعا أنا السؤال اللي عطاني إياه دالة أو الحد اللي عطاني إياه هني جذر x بصورة جذرية، لازم أحولها في النهاية إلى صورة جذرية، فباي أحول هذه اللي هي x أس ثلاثة على اثنين إلى صورة جذرية. طبعا اللي فوق هو بيكون أس الإكس، واللي تحت اللي هو الدليل، لذلك أنا ما حطيته لأن احنا متعودين لما يكون الدليل باثنين ما أحطه. اللي ناخذ تمرين آخر، لما يكون عندي تكامل واحد على x أس أربعة دي إكس، بيقول يساوي، لاحظت أن x أس الأربعة تحت في المقام، فأنا شنو بسوي؟ بروح أرفعها، يعني هذه باخذها برفعها فوق، فلما أرفعها الأس اللي عندي هني ينتقل يصير أس سالب لأنه هو موجب، فلما أوديه في البسط يصير الأس سالب. أي الحين أجمع معاه واحد، فلما أجمع سالب أربعة زائد واحد بيصير أس سالب ثلاثة، ونفس الشيء الشيء اللي بسويه في الأس آي أقسم عليه، فبقول قسمة سالب ثلاثة وما أنسى الثابت السي. ولاحظوا لما كملت أنا شلت رمز التكامل، بس هني ما شلت لأن أنا بس قاعدة أرتب وبعدين كاملت. لاحظت أن الأس هني لما كملت الأس سالب، فلازم أرجع إلى أس موجب. إيش أنا أرجع إلى أس موجب؟ باي بوديه تحت هني، فبيصير x أس سالب ثلاثة بتصير x أس ثلاثة بالموجب، الثلاثة في الأساس كاهية هني، أنا بس خذيت هاي السالب وديتها فوق، ما عندي أي مشكلة إن أخليها في البسط أو أخليها في المقام، زائد السي. خلصت أنا من هذه الجزء، ننتقل إلى جزء آخر. أي أشوف هذا النوع من التكامل، أي يقول لي لما يكون عندي أي دالة أسها N، بلاحظ هني أي دالة وأسها هني N، ما عندي X أسها N دالة أسها N، فباي أقول مضروبة في المشتقة لهذه الدالة اللي داخل القوس، أقول شنو مشتقتها أو شنو تكاملها؟ باي أقول يساوي واحد على n زائد واحد، يعني الأس دي جمعت معه واحد، فقلت واحد على n زائد واحد في الدالة اللي داخل القوس، بقول أس n زائد واحد زائد السي. إني نشوف مع بعض ذي المثال، بلاقي عندي قوس بذي الشكل كهوة، أس كم؟ أس ثلاثة. إني الخطوة الأولى شو نسوي؟ إني نقول ما بداخل القوس هاي بعتبرها دالة، خمسة x زائد واحد. شنو مشتقاتها؟ نشوف مع بعض هني، باي أشوف هذه الدالة لأن هني أس الإكس بواحد، فخمسة خمسة في واحد يعطيني خمسة، زين إكس هني إحنا قلنا دائما الإكس إذا باي يجيب المشتقة فقط آخذ اللي هو المعامل اللي هو خمسة، زين باي آخذ الواحد شنو مشتقته؟ مشتقة أي عدد ثابت بالصفر، لذلك أنا ما حطيته، فطلع عندي المشتقة هني خمسة. الحين أشوف هذه القوس اللي عندي ما بخارج القوس هل هو المشتقة ولا لا؟ بلاقي نعم هو المشتقة، أقدر أطبق ذي القاعدة، باي أشوف شلون بحلها، باي أقول يساوي قلنا واحد على n زائد واحد لأن ثلاثة زائد واحد يعطيني أربعة، بعدين نفس الدالة أنزلها ما غير أي شيء، وعقب أخذ الأس أجمع مع واحد يصير أس أربعة زائد السي، لأن قلنا التكامل غير محدد لازم أحط الثابت زائد السي. ولاحظوا أن أنا شلت رمز التكامل بعد ما كاملت. الحين أني نشوف تمرين آخر، تكامل يو عندي قوس داخله يو تربيع زائد ثلاثة أس أربعة، أي أقول عندي قوس هني وداخله هذه الدالة، زين هل هذه الدالة اللي برع نفس المشتقة قصدي؟ الحين بني نشوف، عندي يو تربيع زائد ثلاثة شنو مشتقتها؟
بياخذ هني معامل يو تربيع هو واحد، واحد في اثنين يعطيني اثنين. زين أطرح من الأس واحد فيعطيني أس واحد، ما يحتاج إن أنا أكتبه. فباي هني حق الثلاثة مشتقاتها بكم؟ بصفر، لذلك أنا ما كتبته. فعندي هني المشتقة هي اثنين يو. زين أرجع حق التكامل اللي عندي، هل ما بخارج القوس اثنين يو؟ بلاحظ لا. زين شنو بسوي؟ باي بحط اثنين يو وبرع لازم أحط واحد على العدد اللي حطيته، يعني أنا حطيت هذه العدد اثنين لازم برع أحط على واحد على نفس العدد اللي حطيته هني، فيطلع عندي هذه التكامل بذي الشكل. بس أنا للحين ما كاملت، أقول يساوي. قلنا القاعدة تقول لي أي عدد ثابت، أي عدد ثابت هني نص بنزلها نفس ما هي، بعدين واحد على n زائد واحد معناته 4 زائد 1 يعطيني بكم؟ 5، فلذلك أنا حطيت هني 5 وخذيت اللي داخل القوس نفس ما هو ونزلته، قلت 4 زائد 1 5 زائد السي، فقط أنا ضربت 2 في 5 هذين طلع عندي بكم؟ ب10، فصار 1 على 10 في يو تربيع زائد 3 الكل أس 5، وحطيت اللي هو الثابت سي، وبذي الشكل خلصت من هذه التمرين. إني نشوف التمرين التالي، لما يعطيني تكامل 3 إكس تربيع جذر إكس تكعيب ناقص 1 دي إكس. طبعا أنا عندي جذر، أول شيء بسويه بروح أحوله إلى صورة أسية، فبيطلع بذي الشكل، صار عندي قوس أسة نص. ليش نص؟ لأن هذه كامل بعتبره القوس أسة واحد، فهني الأس واحد على الدليل، هني قلنا إذا ما في دليل فهو اثنين، واحد على اثنين يعطيني نص. الحين باي أشوف هل أقدر أطبق هذه القاعدة اللي عندي؟ باخذ ما بداخل القوس اللي هو إكس تكعيب ناقص واحد أي بالمشتقة لها، فالمشتقة بتصير هني لأن واحد، ثلاثة في واحد يعطيني ثلاثة، أطرح من الأس واحد تصير أس اثنين، أي عدد ثابت أس مشتقته بالصفر، لذلك فقط المشتقة ثلاثة إكس تربيع. أيا أشوف هل ما بداخل القوس مشتقته بالخارج؟ إي نعم، المشتقة موجودة في الخارج، الحين أقدر أكامل، بقول يساوي، ناخذ نفس القوس، شوفوا أنزله، أجمع هني الأس مع واحد، فيصير أس ثلاثة على اثنين، نفس الإجابة اللي تطلع لازم أحطها تحت، زائد الثابت اللي عندي إياه سي، ولاحظوا أول ما كاملت أنا شنو سويت؟ شلت رمز التكامل، بعدين بقول يساوي. ليش أنا سويت كذي؟ نفس المثال اللي في السابق أخذناه، أنه دائما إذا عندي صورة جذرية لازم في النهاية أنتهي بصورة جذرية، فلازم أحول ذي الصورة الأسية إلى صورة جذرية، فباي بقول القوس كامل هني أس ثلاثة وبرع أس هني اثنين، إحنا ما يحتاج إن إحنا نحطه، فيصير هذا الشكل النهائي، ثلاثة على اثنين وديتها فوق بالضرب مع ذي القوس فصارت اثنين على ثلاثة، زائد السي ما أنساها لأن تكامل غير محدد، وبذي الشكل أنا انتهيت من هذه التكامل. وفي النهاية أشكر لكم حسن استماعكم، ونرجو للجميع النجاح والتفوق.